في هذا الفيديو راح أوريكم أفضل وأسرع برنامج لتشغيل الأنظمة الافتراضية أو الـ Virtual Machines وكمان مجاني. خليكم معنا. السلام عليكم، معكم أخوكم حمد البلوشي، واليوم راح أعرفكم على برنامج اسمه Virt Manager، واللي هو أفضل برنامج في تشغيل الأنظمة الافتراضية، وهو أسرع من Virtual Box و VMware. ولكن المشكلة الوحيدة إن هو موجود فقط على لينكس. ليش؟ لأنه يستخدم نواة لينكس في تشغيل البرنامج، ونواة لينكس هي الأقرب للهاردوير، فعشان كذا هو أسرع برنامج في تشغيل الأنظمة الافتراضية لأنه هو أقرب شيء للهاردوير. وهذا برنامج مستخدم أكثر شيء في السيرفرات حول العالم. وعشان نثبت برنامج Virt Manager لازم ندخل هذا الكوماند اللي هو حيحمل لنا QEMU و Virt Manager و EBT Tables والبرنامج الأخير. وإذا أنت كنت من المستخدمين فدورة هذا الكوماند حيشتغل معك، لأنه أنا مستخدم الآن فدورة. ولكن إذا كنت من المستخدمين Ubuntu أو Debian أو أنظمة مبنية على هذا النظامين لازم تغير هذه الكلمة وتحط APT، أو إذا أنت كنت من مستخدمي Arch Linux أو أنظمة مبنية على Arch Linux لازم تحط هذا الكوماند أو هذه الكلمة عشان تثبت البرنامج معك واشتغل معك. ولكن إذا حطيته ولكن إذا دخلته مثلاً دخلت كوماند حق توزيعة ثانية ما حيشتغل معك، يعني حيجيب لك ايرور لأنه ما هو متعرف على الكلمة هذه اللي أنا غيرتها اللي أنا كتبتها الآن، معليش. فبعد ما تثبت Virt Manager وهذه البرامج كل عليك تسويه إنه تدخل هذه الكوماندات الثلاثة. هذا الكوماند حيشغل لك هذه الخدمة وهذه الخدمة ويفعل لك الخدمة هذه اللي هي هذه أصلاً اللي فوق هنا اللي شغلناها. والكوماند الثالث اللي هو يعطي صلاحية اليوزر مثلاً في حالة أحمد للخدمة هذه في تشغيل برنامج Virt Manager، ويعني إنشاء مثلاً أنظمة افتراضية و Virtual Machines. فإذا أنت كان اسمك اسم اليوزر حقك على لينكس اسم غير عن أحمد مثلا، إذا أنت كنت اسمك مثلا صالح ولا خالد تغير الاسم هذا واكتب اسم اليوزر حقك. بعد ما تسوي هذه الخطوات كل اللي عليك تسويه إنه بس تشغل Virt Manager. زي ما شايفين تحمل معانا برنامج Virt Manager. كل اللي عليك تسويه إنه تضغط على هذه الأيقونة، هو مختار لنا هذا الخيار اللي هو مثلا يعني تسوي نظام او Virtual Machine عن طريق ملف ISO واللي هي الصيغة المستخدمة في كل الأنظمة التشغيل. فنضغط Forward، وزي ما شايفين هنا نيجي نختار الملف هذاك اللي نسوي منه Virtual Machine. فنيجي Browse Local، انا حاطه هنا، فزي ما شايفين نختاره. وبعدين يتعرف على الملف او على النظام معليش عن طريق الملف، ولكن الآن هو ما تعرف على نظام PopOS. فكل اللي عليك تسويه تضغط PopOS تحطه وتختار أقرب شيء لك. طبعا هي النسخة دي نزلت قبل كم يوم على ما أظن، فعشان كذا هو مو متعرف عليها. فنضغط Forward، وزي ما شايفين بعطيه 4 جيجا واثنين كور من CPU عندي أو معالجي، وبعطيه 25 جيجا بايت كمساحة هارد ديسك. فنضغط Forward كمان، وهنا تيجي تختار الاسم حق الفيرتشوال ماشين حقك، كمان انا بخليه زي ما هو، ونضغط فينيش. فدحين هو بيسوي لنا الفيرتشوال ماشين وشغل لنا هي. خلينا نعطيه وقت. طبعا سبب تاخر هذا الشيء انه انا ما عندي هارد ديسك يعني SSD، فعشان كذا يطول. خلونا نكبر. والآن زي ما شايفين اشتغل معانا نظام PopOS كفيرتشوال ماشين، واللي زي ما شايفين يعني خلي هذا جاب لي انه البرنامج هذا يعني تأخر في التشغيل، فأعطيته ويت. وزي ما شايفين دحين هذه لو تكمل الآن تقدر تثبت النظام على المساحة ذيك اللي احنا اخترناها قبل شوية. ولكن الشيء اللي ممكن يعني لازم تغيره على طول اللي هي حجم الشاشة. انا شاشتي 1080، فخلي نختار الشاشه، نروح الاعدادات نغير الشاشه ل 1080. هذه هي، نعطي ابلاي، نضغط كيب تشينجز، ونيجي هنا نضغط على هذه الايقونه عشان يكون شاشه كامله. فالان تقدر تستخدم الفيرتشوال ماشين كانه نظامك الخاص. وزي ما شايفين لو اشغل برامج تشتغل جدا بسرعه. فشغلت برنامج مستكشف الملفات اشتغل بسرعة، واشتغل دحين اضغط على تيرمينال
كمان هشتغل بسرعة. فزي ما انتم شايفين، ولكن الشيء الوحيد اللي يعني مثلا تقدر تتعرف انه هذا شغال في فيرتشوال ماشين، انه لاج في التحركات، مثلا تحرك النافذة زي ما انتم شايفين في لاج، ممكن بسبب انه انا قاعد اصور. وحسب يعني جهازك انت، اذا في له اعتاد افضل ممكن ما حتقدر تشوف هذا اللاج، هيكون شغال معك بثلاثة. وزي ما شايفين كذا طريقة استخدام برنامج فيرت مانجر وانشاء انظمة افتراضية عليه. وممكن لما انت تستخدمه هتلاحظ انه جدا سريع واسلس من البرامج الثانية. كلنا نعرف فيرتشوال بوكس هو جدا برنامج تمام في اي حد جديد في استخدام الانظمة الافتراضية، ولكن هو جدا بطيء. ولو تبى تستخدم مثلا برنامج او برنامج زي فيرتشوال مانجر معليش حيكون جدا يعني ممكن حيكون بفلوس، ممكن زي برنامج فيرتشوال في ام وير معليش برنامج بفلوس، ولكن هو سريع كمان زي فيرت مانجر. ففيرت مانجر برنامج سريع وسلس وكمان مجانا، ولكن مشكلته الوحيده انه موجود على لينكس، لانه كل السيرفرات على الويب تستخدم لينكس، فعشان كذا هو موجود على لينكس بس. وكذا عرفتوا كيف تستخدم برنامج فيرتشوال مانجر او فيرت مانجر، وكيف تنشئ انظمه افتراضيه عليه. فاذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير، واذا في اي معلومه تبي تضيفها لهذا الفيديو اكتب لنا هي في الكومنتس عشان كلنا نستفيد. واكتبوا لي ايش اسرع برنامج فيرتشوال ماشين انتم يعني جربتوه. كان معاكم اخوكم احمد البلوشي، السلام عليكم.